عيون جل مغمرات يا حي مركب الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركته نستعين وعليه نتوكل ونطلب من الله التوفيق والسداد والنجاح. ينطلق شوطنا الثامن الثاني ويعتبر الشوط الأول للرئيس لسن القاعدين والمشتركات المسافة 1500 متر. الروح مع الصدارة ومع المركز الأول، الصدارة والمركز الأول شاهين على الصدارة وعلى المركز الأول لمحمد بالبحري العامري على الصدارة وعلى المركز الأول. أما ثاني المراكز القايد السهيل بن خيرات بالدوده العامري على ثاني المراكز. أما ثالث المراكز شوف اللي قادم على ثالث المراكز شاهين سعيد بالسهيل بن خير بن عيضه العامري على ثالث المراكز. أما رابع المراكز شوف اللي قادم على رابع المراكز شاهين سالم بن عبد الله بن يطبع العامري. لكن خلونا مع الصدارة ومع المركز الأول، نعود مع الصدارة ومع المركز الأول، نعود مع شاهين على الصدارة وعلى المركز الأول لمحمد بالبحري العامري على الصدارة وعلى المركز الأول. أما ثاني المراكز الكايد السهيل بن خيرات بالدوده العامري على ثاني المراكز. أما ثالث المراكز شوف اللي قادم على ثالث المراكز شاهين سعيد بالسهيل بن خير العفاري على ثالث المراكز. لكن نعود مع الصدارة نعود مع المركز الأول شاهين على الصدارة وعلى المركز الأول. الله الله الله، شاهين على الصدارة وشاهين لمحمد بالبحري العامري على الصدارة على المركز الأول. لكن شوف اللي قادم، الله الله الله، قادم الكايد غير المركز الأول غير الصدارة. الكايد السهيل بن خيرات بالدوده العامري على الصدارة وعلى المركز الأول. الله الله الله، وأيضا نسجل النقطة الثانية في صباح هذا اليوم. تهانينا من هذه اللحظات إلى السهيل بن خيرات بالدود العامري بمناسبة فوز الكايد وحصوله على المركز الأول. تهانينا والناموس. أما ثاني المراكز المركز الثاني شاهين محمد بالبحري العامري. أما ثالث المراكز أيضا شاهين سعيد بالسهيل العفاري. تهانينا والناموس السهيل بن خيرات بالدود العامري بمناسبة فوز الكايد وحصوله على المركز الأول. دقيقتين و12 ثانية. تهانينا والناموس.